حاليا الوضع المؤسف اللي ممكن الستات تاخد بالها منه انه بيحصل النهارده، الست ممكن تبقى الراجل اللي جاي لها او اللي مش جاي لها كمان، اللي هي اللي عاوزه تتجوز تبقى زوجه تانية ما عندوش اي امكانيات، وهي مش عايزه اي حاجه منه غير ان هو يتجوزها يبقى في حياتها وبتشيل الليله كلها. دي حقيقه؟ ده بيحصل دلوقتي. لا كتير حصل. دي حقيقه فعلا. ستات بتدور على ازواج مش متفرغين طول الوقت، مش عايزه منه اي لا بيت ولا شقه ولا شبكه ولا لا عاوزه بس بحد ما مجرد زوجها. هي محتاجه الراجل، تمام، اينما يكون الموقف محتاج راجل. انت ايه رايك؟ انا رايي ان احنا عندنا مشاكل دايما في رؤيه المجتمع للموضوع. الراجل اللي محتاج علاقه ناجحه وبتاع هيلاقيها، ما بيلاقيهاش في البيت بيدور عليها بره، هو شايف النجاح بالنسبه له انه يكفي رغباته او احتياجاته فبيدور عليها، بيدور عليها بتفاصيل بحب. والست كذلك لما بتبقى معاها فلوس وغنيه ومحتاجه راجل بتجيبه، وممكن تجيبه بفلوسها، وعلى فكره في الدين ممكن تتجوز واحده لمالها فما فيش مشكله. احنا المجتمع شايف الموضوع منين؟ هو ده الموضوع. ثانيا، الناس قبل ما تتجوز هل عندها اي خبرات او اي معلومات بتتقال للشاب والشابه دول على الجواز قبل ما يتجوزوا، ولا هما بيكتشفوا جوه ولا بيغرقوا مع بعض؟ فلما بيغرقوا المشكله كمان ان المجتمع بيقف شويه مع الراجل. يعني احنا الراجل اللي بيتجوز اتنين بيطلع عليه راجل يعني، ده متجوز فاتح بيتين مش حاجه عيب. انما الست لما بتتجوز تاني يعني تتطلق وتتجوز بتتشاف فيها مشكله، لما بتتطلق دي مطلقه. يعني المجتمع شايف العنصرين ازاي؟ لا هو ناصف الراجل يعني جدا، ظالم الست على طول. ازدواجيه طبعا، لا في ازدواجيه طبعا، هي بقى دي المشكله. والاجيال اللي طالعه دلوقتي اللي بتاخد معلوماتها من التكنولوجيا ومن الانترنت ومن العالم المفتوح هيبقى عندهم وجهات نظر ثانيه عن الجواز. طب وايه رايك في البنات اللي تيجي تقول لك لا انا دي اول جوازه ليا، انا مش هتجوز شاب من دوري واقعد لسه اشقى معاه بقى ونكون نفسنا، انا اتجوز واحد هو يا دوبك مكون نفسه متجوز اصلا وهو يا دوبك يعني انا جايه اتدلع في الجوازه. وده بيبقى هدف بالنسبه له، هدف نبيل على فكره، حره مختاره تبقى سعيده ازاي. والراجل اللي جه دفع فلوس وخد منها صحته هو مختار يعمل كده ازاي. المصريين كلهم او معظم المصريين اللي بيسافروا بره ما بيتجوزوش اتنين، حتى لو اتجوزوا واحده اكبر او واحده اصغر. القانون يمنع بره، القانون يمنع، بس هو نفس الراجل. هو نفس الراجل ما بيعملش كده. يعني معنى كده ان هو هناك لما بيتجوز واحده اكبر منه في السن هو بيتجوزها عشان فلوسها، عشان الجنسيه، يعني في سبب تاني، وهو بيوافق يدي صحته قصاد الفلوس دي. بس دي صفقه يا فندم مش جواز. ما هو في جواز، في صفقات في الجواز. طب كده هو الراجل احساسه ايه في الحالتين دول، اللي هو الحاله اللي هي الست بتتجوزه عشان خاطر هي عاوزه واحد جاهز ومش عارفه ايه والكلام ده، او الثاني اللي عاوزاه كده بشنطه هدومه عشان هو يعني هيحل محل معين في حياتها ان هي مش عايزه تبقى بطولها، هو كراجل احساسه ايه؟ هي اكيد لها اسبابها. هي اكيد لها اسبابها يا فندم، مش احساس الراجل هنا، هي اكيد لها اسبابها. ليها اسبابها هو كراجل حاسس عادي كده رايح زي شنطه في ايديها رايح جاي. الاسباب دي هل اقنعته بالاسباب ديت ان هو بالنسبه لها هيبقى الفرصه؟ ما هو بالنسبه لها كده، بدل هي اللي طلبت وطلبت لمعايير معينه محتاجاه منه، المعايير دي هو قايمها بينه وبين نفسه. انا مرتاح، انا فالنتينو ما تفوتش. طب عاوزين اراء سريعه كده من حضراتكم. هو الزواج ده ما بيستمرش كتير لان هي فتره معينه وخدت اللي هي عايزاه بمعنى اصح، فبتنتهي العلاقه فوري، ما بتستمرش. انا بتجوز لحاجه معينه، لهدف معين. الهدف ده قل في يوم من الايام، وليكن الفلوس قلت في يوم من الايام او لظروف ما، فالعلاقه بتنتهي فوري، ما بتستمرش. لان انا اتجوزت لهدف ما، مش على حب ولا حياة استقرار ولا حياة وشرع ولا اي حاجه، انا اتجوزت لهدف معين لفتره، كان وسيله لغايه، كان وسيله فقط لا غير. انتهت خلاص، انتهت الزواج، فشل الزواج. انا شايف ان كريم قال حاجه مهمه جدا خاصه بالمجتمع او خاصه يعني بالرضا. انت فعلا لما بتحب واحده وبتعملوا علاقه وبتبقى في شراكه بينكم، انت بتشوفوها شركه ناجحه، اسره فيها شركه ناجحه من الزوج والزوجه، والاثنين بيقرروا يبقوا راضيين بيها. الراجل بيكبت مشاعره او رغباته الجامحه اللي قد تهد البيت، والست بتتنازل عن كبريائها او شغلها او امكانياتها في سبيل انها تحافظ على البيت. وكل الجوازات الناجحه بيبقوا الاثنين تنازلوا كده، وكل الجوازات الاخرى بتبقى دول حصل فيهم مشكله او ما كناش صراحه فيهم. لان احنا كمان عندنا مشكله في الصراحه في مشاعرنا. هل احنا بنقدر نشرح مشاعرنا بشكل صريح وواضح
ولا بنكتشفه بعد 15 سنه او بعد 10 سنين ان انا ما كنتش مرتاح، فبدور على الراحه دي في بنت اصغر مني في السن، او في بنت تدلعني، او في بنت، يعني دي الاسباب اللي بنبقى شايفينها بشكل خاطئ. استاذ كريم طبعا الكاتب والاستشارات استشاري علاقات زوجيه. كنت نفعت نفسي كلام. لا انا موافق انا موافق ولي ما عنديش حاجه. كنت نفعت نفسك ليه؟ ما احنا على الهوا استاذ كريم، احنا على الهوا. انت قلت كده بجد؟ احنا على الهوا فعلا. يعني انت موافق الكلام ده كله؟ انا موافق طبعا. ما عندكش اي اضافه عايز تضيفها قبل نهايه الحلقه؟ طب استاذة ايمان؟ لا انا تمام. انت تمام؟ انا تمام. طب انا بصوا يا جماعه، طبعا لنهايه الفقره او نهايه وقت الفقره، انا بس كل اللي هقدر اقوله واضح ان احنا مش هنقدر دايما نوصل لحل قاطع وقاتل وجذري للمشكله. بس كل اللي هطلبه مننا كلنا كمجتمع كبشر يعني كبني ادمين، هونا شويه ورفقا بالست ايا كان، وبالذات الاولى بلاش اطلع دايما اطلعها ان هي اللي مقصره وهي اللي كان ناقصها وهي اللي ما عملتش وهي اللي ما سوتش و، لان احيانا بتبقى الست عملت صوابعها على 10 شمع وبرده بتقع الفاس في الراس.